حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. الأوضاع بالعراق مستمرة من سيء إلى أسوأ، خصوصا ما يحصل في حزام بغداد تحديدا مناطق الطارمية. حلقة اليوم راح تكون عن هجوم الطارمية، الحصار اللي دا يصير هناك، وأيضا عن الاعتقالات وأوضاع المعتقلين بالسجون. تابعونا بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بحلقتكم في برنامج صوتكم، هذا البرنامج اللي تقدرون تحجون به وتسمعون أصواتكم عن طريق الأرقام اللي ظهرت أسفل الشاشة، 3 أرقام، أي رقم تقدرون تتصلون به نسمع رأيكم، نسمع اللي تردون تقولون، نسمع صوتكم، نسمع رسالتكم اللي تردون توجهوها إن كانت للبرنامج أو للمسؤولين أو للقوات الأمنية حول موضوع اليوم. أيضا عندي رقم آخر لبرنامج الواتساب، هذا الرقم ظهر أسفل الشاشة حاليا، أي شخص ما يقدر يتصل يقدر يرسلنا رسالة، أتمنى أن تكون الرسالة مرفقة باسمه ومكانه حتى نقدر نبين للناس الرسالة من وين، علما أنه هذا الرقم ما أقدر أستقبل عليه اتصالات، عذرونا لأنه موجود يمي فالناس شلون راح يسمعوه. موضوع اليوم هو هجوم الطارمية والاعتقالات والحصار الأمني اللي يصير هناك. أكو هجوم شرس على منطقة الطارمية، يعني البارحة سمعنا أنه أو قرأت أنه القوات الأمنية ألقت القبض على أمير تابع لتنظيم الدولة في قضاء الطارمية، يعني شلون؟ أنت مو قبل سنتين أعلنتوا النصر عليه، مو قلتوا هسه أكو خلايا نائمة، من تجيبون هاي الأخبار؟ زين أردفتهم تنظيم الدولة، هل هو الشعب العراقي كله صار تنظيم الدولة؟ يعني هاي التهمة اللي لزقت لزق بالشعب العراقي تحديدا بالسنة، هاي التهمة ما راح يخلصون من عندها أبناء السنة. بالموصل قلتوا 4000، قتلتوا 40000 وأكو 70000 أمر إلقاء قبض. بالأنبار قلتوا 2000، هديتوا المدينة وهجرتوا الباقي والمهجرين ماذا يرجعون إلها، وانتهت مدينة الرمادي والفلوجة وغيرها وغيرها، وبعدكم تقولون أكو خلايا نائمة للتنظيم موجودة بهاي المناطق. جرف الصخار كذلك، إديالة كذلك، وأكو حملة أمنية همينة بديالة، وهسه الطارمية. أردفتهم شنو أهمية الطارمية عندكم؟ ليش هذا الإصرار على الطارمية بالذات؟ لأنه هي توصل ديالة بالمحافظات الغربية وتطلع سوريا، خط الإمداد الإيراني إلى سوريا والميليشيات الموجودة هناك. لو أكو شيء ثاني خافي علي أو عليكم، أهالي الطارمية شنو ذنبهم؟ ناس حالهم حال أي عراقي عايشين وياكم، أنتم جرعيهم الويل إن كان بالشمال وإن كان بالجنوب، وساكت وقاعد وجايين الطبون وتقولون أنه أكو إرهابيين بهاي المنطقة. شيخ يقول الهجوم على قوات أمنية لا يجب السكوت عليه، ثاني مجلس المحافظة يقول يجب أن ننشر الحشد، وإحنا شفنا الحشد من نشرناه باقي المناطق، إيش سوى؟ استتب الأمن،
رجع الأمان، رجعت المفقودين، رجعت المخفين القسريين، بل هو قام يعتقل ويخفي الناس قسريا. تنشرب الطارمية وش راح يصير بالطارمية؟ ما هم مسلسل نعرف نهايته إذا طبوا الحشد للطارمية، هم طابين بس إذا انتشروا حالة حال الرمادي وحال الفلوجة وحال الموصل. أم حسن من بغداد حياك الله. ألو. ألو أمي تفضلي. السلام عليكم عيوني. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا أم أحمد أم المعتقل مسجون، يعني محكوم 10 سنوات. محكوم 10 سنوات بتهمة؟ أيوة تهمة 442. 442 مبلغ 4 ملايين. شنية؟ المبلغ 4 ملايين. يعني اختلاس، سرقة؟ لا نعم، أخذوه من البيت. زين، واحد اعترف جاب أسماء. نعم، جوي أخذوه من البيت، هو منتسب. نعم، أخذوه يومين 3 أيام أنا ما أدري بابني. نعم، جيت أريد يعني بس أحد يدليني، لقيت بعدين انطاني خبر قالوا لي ابنك حالته تعبانة. زين، ومبصمي يعني، وحتى بمودي مستشفى بوقتها، بس قايلين لهم يريد يهرب. هو وين يهرب؟ ببطانية؟ فمبصمي على اعتراف من الكتل، مضي ورقة مبصم 4 ملايين. رحت للمشتكي قال ما أعرفه أنا، هذا ما شايفه أنا، ما مشخصه. نعم، اجت نازل قبل ما ينحكموا ابني بشهرين، تنازل ورفع الشكوى الاشتباه على مود ابني، قال ما اظلم احد. نعم، يم قاضي التحقيق اشو هذا صعدة جنايات. التهمة ما تشنو؟ 10 سنين. زين، امي حكموا ماخذ ايه، حكموا 10 سنوات. يا تعال انت ماخذ مبلغ، نسلب هذا الرجال فلوسه، الرجال متنازل هذا الحكي. نعم، وياهم على اساس هم 3، واحد هارب، الاسماء غلطانين بيها، واحد مسمي نفس اسمي اسم ابني هم احمد. نعم، وواحد الثاني اللي هي جربني هم حكمه 10. زين، المشتكي يقول له القاضي لابني يقول له انت وين كنت؟ المشتكي ما شايفك. يقول له عمي من الكتل انا بصمت. وين بصمت تعرفين؟ هو بالمكافحة بالمكتب ويم القاضي، يقول له لذا تنكر مخلي سكينة ببطنك ومفتوح الباب. زين، هسه هو وين مسجون؟ بالسجن بالمطار. بسجن المطار. نعم، ويتيم ما عنده أحد، بس الله الواحد عندي وجهالة برقبتي. نعم، والمشتكي يقول عمي أنا ما هذا الولد ما شايفه. زين، قال له للقاضي ليش حكمتني؟ يقول له ليش معترف؟ يقول له غير من الكتل واربع ملايين شنو قيمتهن؟ وحكم خالد المشهداني. نعم، يعني وين انطويتش؟ ما خليت يابا تقرير طبي يطردنا القاضي تحقيق، يابا تنازل عنده ورفع شكوى اشتباه ما يفيد، ويا من تحكي ويا الله. يعني حق عام 10 سنين على 4 ملايين. نعم، شكرا شكرا لك ام احمد، والله يعينك وربي يرجعك ان شاء الله سالم غانم. ابو زكريا من كركوك تفضل. ابو زكريا الله يحفظك بني يا استاذ، يحفظ قناتكم ان شاء الله، ويظل اسوات العراقيين الشرفاء على قناتكم مسموعه باذن الله ورسوله. يا ابن العزيز والله العظيم يعني ابكي اضحك يوم يدرفون البساتين، يوم يوقعون النخل، يوم مداهمات على الطارمية ما طارمية، يعني اهل السنه تورطوا وقالوا احنا اهل السنه، يعني شنو هذول كفرة يهود اسرائيليين؟ شنو اهل السنه؟ مو مسلمين يا ابني اسد، هذول مو مسلمين، مو ناس يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حيران، يعني شو يريد من اهل السنه؟ ايش خلى باهل السنه؟ لا خلى عدين، لا خلى كركوك، لا خلى موصل، لا خلى رمادي.
جيش الإيران ما رجع الجنوب بس على أهل السنة، يعني أهل السنة يهود والله إحنا نشرب منهم إن شاء الله، ويجي يوم ننتصر عليهم ونضحك عليهم ونقشمرهم قشامر، واللي قشامر هذول الحكومة الإيرانية الصفوية العدم الله ذبوهم بركبتها يا عمي يا زهر، والله أمتي والله أمتي الزهر ما رجل الزلمة شنو الزلمة تمشي على حالنا شنو الزلمة الله يقبلها محمد يقبلها وين الإسلام وين الأمم المتحدة وين وين هو وين النبي يذبحونا علي وياك علي يذبحونا حسين وياك حسين يا عمي صراي طيب يا ابني يا اسد والله ربحونا ربحونا من ورد الورد وانتم تعزنا والله ما اقدر احكي والله ما اقدر احكي دعم على ابني الله اكبر الله اكبر انا لله انا لله. شكرا شكرا لك ابو زكريا وربي يعين كل عراقي. ام حسن من بغداد حياك الله. احياك الله اخويا. هلا بيك امي. اخويا بلد احنا، انا زوجي اصلا هو متسف كان في المساجين. زوجك وين؟ من المساجين الاخ متسف. نعم. في المساجين، احد متسفين في المساجين. بال 2017 نهايه الشهر الثامن طلع رسائل من مساجين اهاليهم ما يدلون بمكانهم وين. نعم. فجاء انه يوصل الرسائل لاهله، والرسائل الله شاهد كل شيء ما بيها. ما عدا انه يطمنون يطمنون اهاليهم عليهم. نعم. هو بدافع كان يطلع هذه الرسائل. طلع الرسائل من السجن بالسيطره بلغوا عليه من داخل الدائره. ناس ما تخاف من الله، لان معروف انه الرسائل كل شيء اي خدمه تقدمها لاي سجين باللي فيها مقابل. اي شيء تقدمه للسجين لازم مقابل يدفعون. قلبي سواها بدافع ثاني، ما عجبهم الجماعه اللي هناك ما عجبهم. لان يقولون هناك الرسائل تطلع بورقه. $100 تطلع من داخل السجن لاهلهم. هو سواها في سبيل الله بلغوا عنكم ست السيطره. بقى 3 ايام 4 ايام هو التحقيق بدون محامي، احنا ما ندري عنه. ورا يوم الاثنين الكوميش يوم الخميس تحول الى قسم مركز شرطه التاجيل. المحقق الله يعطيه العافيه بوقتها هو خابر عينه وقال ما فيها شيء رسائل. شغله سهله ويطلع مجرد تحقيق. حضروا لكم كفيل راح يصعد هو محكمه يوم الاحد، حضروا كفيل ويرجع وياكم للسجن. نعم. حضرنا الكفيل رحنا للمحكمه تحولت قضيته قضيه رشوه، شلون ما ادري كانت قضيه شنو صارت؟ قالوا صارت قضيه رشوه. على اي اساس ما اعرف طبعا. انه هو اعترف على اساس انه هو ياخذ ارصده من المساجين. نعم. وهو اصلا حتى بدوامه ما يداوم بالمساجين، هو يشتغل اشغال حتى يبقى داخل القريب عن الجنازه. هو اصلا بعيد عنه. ام حسن سؤال، انت زوجك ايش قصر له بالتحقيق؟ بقى بالتحقيق 4 ايام. يعني ايش قصر له؟ قديم لوجي يعني قبل ايش قد؟ بال 2017 9/8/2017. 9/8/2017 وهسه هو وين؟ هسه حاليا هو في سجن الفرخ المركزي الكروبر بالمطار. سجن المطار. بغداد. انحكم لو لا؟ انحكم 5 سنوات. 5 سنوات. على اي اساس اكو شخص يعني احنا حتى بنستنى القاضي هي شنو يعني يطلع رسائل والرسائل كل شيء ما بيها. نعم. شغله هينه كلكم قلتوا عليها وبالنهايه انحكم 5 سنوات. يقول ايه هذا الواقف يم باب القاضي يقول ايه روح ميزوها شغله سهله روحوا ميزوها وينزل الحكم. احنا ما نعرف اي شيء والله بالاجراءات القانونيه. حماتي مره هي تسال حتى الرجال بالبيت ما عندنا. هو المسؤول عن البيت، مسؤول عن ولد اخوه، مسؤول علينا، مسؤول على والدته، على اخته مطلقه وبعدها ولد، هو كله مسؤول عليها. هو ابو البيت. راحت هي خطيه تهبد من مكان لمكان، المحامي بوقتها للعلم اخويا بنفس اليوم اللي انحكم به رشدي 5 سنوات على قضيه رشوه ويا شخص انحكم سنه واحده قضيه رشوه وتزوير. يعني قضيتين رشوه وتزوير اخذ سنه، وهذا يقول لي قضيه رشوه حكمها 5 سنوات. المهم راحت حماتي خلت محامي على مود يتميز القضيه. امنا والله شاهد اخذ عندنا شده ونصف وقتها المحامي. وظلت 10 اشهر القضيه بالمحكمه ما تتميز. وقال لنا انها تميزت القضيه على سنه. بالخير عليكم. كيفنا وصلنا له خبر انه صارت القضيه سنه.
رحنا ورا 11 شهر احنا ندور ما رد لنا بعد جواب ولا قلنا، كل يوم يا باكر وعقبه يطلع الكتاب، باكر وعقبه يطلع الكتاب. طلع الكتاب مالته احنا رحنا بنفسنا لقينا حاسبه كان يطلع متصادق على الخمس سنوات، يعني كذب ما بيها سنوات ما بيها سنين. فلسه انا زوجي ما يعرف انه هو متميزه قضيته صايره متصادق على الكتاب خمس سنوات. اكثر من مره حاور يخلص نفسه من هذه، يقول ان شاء الله بعد ما اكمل هاي الحياه تعني حياتي واخلص. ودائما انا اقول له لا عندك اطفال؟ نعم. الام وعندها اطفال اثنين، بنته ما شافها، انا تتعامل بها من الكمش وولدت بنته وهو ما شافها. وديت الهياب مصباح العيد هذا اللي راح علينا ماتت، رجعت البنيه ما تتحمل حتى الاجراءات داخل هاي الروتين مالت السياره. نعم. توقفت نصبح على من الاربع على الشجر، لندخل الساعه بثلاثه بالعشره للزياره شغله ربع ساعه. وعندنا بالاربعه يجون جماعه الساعه بثمانيه يدخلون قبلنا بسبب العلاقات والواسطات. والفقير الى الله ما حد بحاله. تبقى انت قاعد تنتظر في صراط تيجي ومن تدخل انت نقطه نقطه تفتيش حتى غلاس المي ممنوع يدخل وياك. نعم. يدخلون بطل مي اوكي حسب مزاجهم، عجبهم يدخلون مي يدخلون، ما تدخل مي ما يدخل مي، هذا هو كل شيء تندبل السلامات. هاي اداره السجن ده تحكين انت؟ اي نعم هاي اداره السجن داخل المطار. نعم. استاذ علاء الله هذا الله يعطي العافيه مدير السجن توصلت فيه، قلت له زوجي ما شايف هاي القصه، لان ولدت صار عمرها سنه وسبع اشهر وما شايفها. واكيد راح تستغرب من عندنا بالنسبه له والرجال غريب ما تعرفه، بس على مود يلعب وياها او يشيلها او هذا توافق انه انا قابله واحد يقبال اللخ نقعد، لان اكو مسافه بين السجين وبين اهله اللي هي سياد السيم وهاي الملولو عاكس. نعم. انه يبتعد تقريبا مترتين انت بينك وبين السجين ما يقدر تقابل يمه ويوقف بحيث تصيح صياحه حتى تسمعها. فقلت له بس اقعد بصف على مود يقدر يشيل الطفله ويلعب وياها، لان هو بالنسبه له رجال غريب ما تعرفه. الرجال برا وافق مدير السجن، المسؤول عن الزيارات ما وافق، وبالرغم هم يعرفوه قالوا اي اعرفه هذا رشيد منتسب ويانا، كلهم يعرفوه انه هو منتسب وياهم وكلهم يدرون انه قضيته شنو هي، كلها تلفيق وزور بزور وشلون صارت القضيه مالته. بس نعم. هناك يتعاملون كليتها بالوجهيات، ما حد حسب بحساب انه هذا فقير مثل ما ساعد الناس احنا نساعده. بس الكل يخاف كل هاي الشغله، والله 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 اهل المساجين اللي كان خطيه رجلي يتواصل وياهم يوجيهم اخبار عن ابنائهم، لسه هم يتصلون يطمنون عليه من كثر انسانيته. لسه هم يقولون لين فقير وما عنده شيء صار به، يوم لعب ويخاف يعني وما يخاف. نعم. الله كان ما قدر. شكرا يعني شكرا لك ام حسن، اعذريني بس عندي اتصالات كثيره راح احكي على هاي النقاط. انا قيدت النقاط الاساسيه اللي انت قلتيها عن طريقه تعامل اداره السجن وعن قضيته وعن الحكم وعن القضيه الاخرى اللي اخذ بها المتهم سنه. ام نور من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. الله يسلمك ويطول عمرك استاذ. انا ابني تهموه بسرقه توك توك. سرقه شنو؟ سرقة توك توك، واي اثبات واي دليل ما عنده، اجى ابو التوك توك قال لهم مو هو. طيب. وعنده رفع شك واشتباه. النقيب من قد التعزيز شلع اظافيره، من قد ما يضرب به على بطنه مرد له الكبد، والكبد هسه ينسجن، الرئتين ملتهبه، يعني حالته متدهوره بالسجن، خلى براسه دعوتين وهن بها رفع شك واشتباه. وحكموه على كل دعوه ثلاث سنوات، وهسه ابني بسجن المطار ومريض، وكل اثبات ما علينا، والنقيب اذاه السبب راد من عندنا والله العظيم والله العظيم، كود راد فلوس من عندنا ما انطينا، لان انا ابوه مقعد بالحاسين جوا وقاعدين ايجار تجاوز، ما عنده هذا المبلغ، وحكيت وياه كودا ما انطيته هو ايش سوى ذيك، وهسه ابني محكوم على رفع شك واشتباه. يعني اللي عنده رفع شك واشتباه، وهم يعرفون كل زين تعذيب الضباط والنقيب وغيره. وحكومه على كل دعوه ثلاث سنوات. طيب ام نور يعني بس سؤال سؤال ام نور، انت تقولين هو انحكم على رفع شك واشتباه، رفع الشك والاشتباه انه واحد ما عنده شيء ورايح ده يرفع الشك والاشتباه، على اي اساس حكمه؟ والله العظيم وهذا لا يزال عندي القرار مع رفع شك واشتباه. تردوني لاي مكان اجيبه لكم واجي. يقولون ايه احترف، يا بغير من الكفل اذا فاتيره شلعت.
الكبد طيب. ممروض، الرئتين ملتهبه، يذوق دم ابني كل ساعه يغمى عليه بالسجن. انا جيت المواجهه الفاتت الاخيره رحت عندهم مدير ما ادري شنو يصيح وضع علي، يمكن انا ما اعرفه شنو. رحت حكيت له حاله ابني، قلت له ابني مريض ومنتهي، يعني تعوفه ويموت. فاجانا خبر قالوا ودوني المستشفى. شنو صار؟ شنو الدار؟ ما ندري. وهسه ابني مو زين بالسجن، وعندي هذا الكتاب مال رفع سك واشتباه موجود. طيب تزوروه؟ يعني عنده رفع سك واشتباه. ها؟ تزوروه؟ اي نزوره كل واحد بالشهر، هسه كل اثنين بالشهر، هسه اثنين بهذا الشهر اروح اشوفه. طريقة تعامل إدارة السجن وياكم شلونها؟ لا زينين، يعني دول مستكبين. إدارة السجن بشكل عام تعاملها ويا يعني اللي زائرين ذويهم بالسجن شلونها؟ هم ويا زائرين الله يحكيها نحكيها الحقيقة زينين، بس بداخل السجن ويا ولدنا ما ندري. نعم. ضرب موجود. زين اللي سارق تيك توك، نقول سارق تيك توك، هو هم حسبوه سارق تيك توك. تخلوه ويا أبو المخدرات؟ تخلوه ويا الإرهابي؟ ايش قد عمره هو الله يحفظه؟ بدون البقية مواليد 95 صغير حتى نتزوج. نعم. والله العظيم ومريض هسه يقول ماما من قبل ازوج يعني يشيلوني اصدقائي يدبون علي وما يغيرون ملابسي انا ما ادري بعالم ثاني. زين انا هسه هذا العوف على صفحه هذا ان شاء الله ياخذ جزاء النقيب اللي يتزوج فيه. بس الرفع شك واشتباه عليه حكم. أم نور بس سؤال، إيش قد صار له بالسجن؟ تفضل. هاي سنة ثانية من شهر الواحد 2018 وهسه هاي احنا ب 2019. يعني هم أخذوه هو عمره 22 سنة. أي والله العظيم. خريج ابنك؟ لهم عمو مو هذا. خريج ابنك؟ ابني بالثاني متوسط، ابني بالثاني متوسط وعاف المدرسة قام يشتغل كردين أبوه قلت له مقعد وحالتنا تعبانة وقاعدين إيجار. نعم. كاسب يعني. وابو التوك توك مستعد يجي قد مره ثانيه للقاضي ويقول له مو هو. طيب طيب ان شاء الله نحكي بهذا الموضوع. يعني نور شكرا شكرا, شكرا جزيلا لك. محمد من كربلاء حياك الله يا محمد. حبيب قلب الغالي شلونك؟ هلا بيك. الله يستر عليك اخوي احمد والديك. نعم. راح اوديه عند اخوي معتقل. اخوك معتقل؟ انا هيك اي واني هم كنت معتقل طلعت قبل شهرين ترى والله ضايم بالسجون والله ضايم ضايم كنت بالتاجي ماكو سجن مره طفرونا بي كتل وماي ماكو واحترامهم واحترامهم حشاك زفت رابع شنو يعني ابو الحسين اكثر العالم اكثر العالم على الباطل. طيب اخوك على شنو معتقل وين هو هسه وانت على شنو اعتقلوك؟ خوي انا هم ما تنشان على مود اخوي بس انا ما عندي شو اخوي هم ما عنده شيء هسه بس غيري غير سيارة باحة. ألو وياك. ألو سيارة باحة. أي يا سيارة هو بايحة أخوي متعارك ويا واحد باللي رابط زين تاب. أي متعارك ويا ضابط وجابه قال له هاي ركبتي قال له هاي ركبتي إذا ما دم بالقاعدة ما أحكمك. زين هسه إحنا هو مشمول بالعفو العفو للطوع عالم طلعت وعالم ما طلع. زين يا بقلة تنازل زين رحنا للتنازل هالتنازل مسافرين واحد وين يروح لهم وين يلقاهم؟ طيب محمد سؤال هسه اللي افتهمته انه اخوك بايع سياره تعارك ويا اللي اشتراها واشتراها ضابط خلاف شخصي انحكم اخوك وانت اعتقلوك بهذا الموضوع. اي اخويا مو هم شنو اجتبوا بالاسم مالتي وطلعوني انه قال له مو هذا الضابط يعوق اخويا. الضابط هذا وين؟ عرفت شلون استاذ؟ يعرف اخوه قال هو متعارك وياه سابقا. لا لا وين يشتغل هذا الضابط او شنو رتبته؟ نقيب هو نقيب ما شاء الله. نعم احمد والدك احنا هسه جاي يقول لك هو قام يراهن عليها يقول له هاي رتبتي اذنها اذا ما احكمك وفعلا سواها العالم نص من وراء الضباط رحمه لاهلك هذا التاجي متروسي يقول له انت ما وما انت ما والموصل وغيره رحمه طيب. لاهلك انت ايش قد ظليت بالمعتقل يعني واخوك ايش يعني قد صار له؟ اخو راح يطب لي 11 سنه ال 11 راح يطب لي بربك يعني سواء مشمول بالعفو ما يخالف نروح نجيب له تنازل بس اهل الان وين نلقاهم؟ وين نلقاهم؟ من نجيبهم؟ من نجيبهم ونحط؟
طيب وانت ايش قد ظليت من المعتقل؟ انا ما طب مو انا لان مو قال له اشتباه اسمه طلع قال له مو هو. طيب طيب هم نحكي بها ان شاء الله. اشكرك اشكرك اخويا محمد. ام احمد من بغداد حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه ألو. والاكرام. استاذ احييكم على هذا البرنامج وعلى ان توصلون صوتنا الى البرلمان او لدى السيد الرئيس عادل عبد المهدي. نوجد البرنامج حتى الناس تسمع اصواتكم. بل استاذ تعرضنا الظلم الله. نعم. احنا اخوي علي تهمه كيديه وما ثبتت الا هذه الشهود زور. استاذ تعرض الى شتى انواع التعذيب. تهمه شنو عنده؟ خريج تهمه قتل هي صارت عشائريه. طيب. تقريبا. وحملوها الى لان فقير. استاذ هو من العشره الاوائل وخريج هندسه. نعم. ورجال ما عنده وحتى مريض. استاذ عنده ربو بالتعذيب. اول ما نبدي الضباط ياخذونه تعذيب حتى البخاخ يمنعونه من عنده. وصل للموت اكثر من مره بالمكافحه. استاذ كل هذا ما عنده اعتراف. بعدين يصعد محكمه ينحكم مؤبد. استاذ ما عنده اعتراف لا ابتدائيا ولا قضائيا. دليل ماكو، سلاح ماكو، ادله ماكو. استاذ اليوم احنا عبرنا كل هذه وما قدرنا نطلع اذننا او نسوي نتيجه. فاليوم استاذ احنا ما عندنا غير الله وانتم، وان شاء الله توصلون صوتنا الى الساده اعضاء البرلمان، الى استاذ طيب. محمد الحلبوسي بان ينظر بهاي مظلوميه الابرياء. ترى السجن به اكثر من 80% ابرياء راحوا بين الرجلين. استاذ احنا اليوم نحكي بالعفو العام، ناشدكم بان ينظرون بامرنا ويلغون التنازل اللي كسرت ظهر الناس، ناس باعت بيوتها. انا اليوم عليك انت تهمه مجبر، قاتل ما قاتل، عندك ذنب خاطف ما خاطف تنطيني. استغلتها الناس البايعه ضميرها، ما تخاف من الله. ايش قد دفعت يا ام احمد؟ استاذ اليوم استاذ دفعنا 140 مليون. نعم. دفعناهن وتهجرنا من بيوتنا والله ما عندنا قتيل. يعني مشكله بعد صارت. طيب بس ام احمد سؤال، هاي ال 140 مليون يعني مقابل شنو؟ مقابل ان يتنازل، لكن ما تنازل، استغل فقره العفو اللي الا يتنازل المشتكي. بعد يطلب 300 و200. استاذ اربع عوائل تهجرت انظلمت، واحنا ابننا ما عنده شيء. ابننا مهندس، ابننا يا ريت لو مسوي ذنب كان قلنا عنده ذنب وينحكم مؤبد، ما عنده اعتراف، ما عندهم دليل مادي. طيب. لكن استاذ استغلوا فقرة بالقانون الشاهد، والشاهد يجي من طرف المقتول. استاذ اليوم احنا نريدكم ان توصلون صوتنا ان وصل ان شاء الله. وصل. استاذ السجون مكتظة، الامراض موجودة. ماكو استاذ، ماكو يعني شنو الاحكي، مي ماكو، ما دا يشربون. استاذ المعاناه لحد ما نوصل نشوف ابننا وابننا بريء. لو تتصور المساله، والدتي عمت من الظلم، والدي انشل ما الله عليك انشل مقعد الرجال. نعم. بقيت انا مره احتار ما بين عائلتي ظلت برقبتي. نعم. عذريني ام احمد، انا سجلت يعني النقاط المهمه هم ان نحكي بها ان شاء الله. عندي اتصالات كثيره، اعتذر منك كثيرا. ام علي من البصره حياك الله يا ام علي. ام علي السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. استاذ يعني احب اشكر قناتكم انتم والقليلين من القنوات اللي ينقلون معاناتنا، واجبنا يوصلون صوتنا، لكن للاسف احنا فئه كلش ضعيفه، يعني صوتنا كلش ما يوصل لهم. نعم. ما نعرف شنو اللي نقدر نسوي حتى نوصل لهم صوتنا. ما راح احكي لك على الابتزاز اللي صار، ولا راح احكي لك على الاهانات اللي نمر بها اثناء المواجهه والامراض والغيره، وما راح احكي لك انه حتى الهوى بفلوس. اللي ما عنده فلوس شو يسوي؟ يعني هسه احنا نروح للمواجهات ننطي هاي، يعني احنا يجوز اللي عندنا، اللي ما عنده شلون؟ حتى الهوى الله شاهد، حتى الهوى بفلوس. وهذا الحكي هم كلهم يعرفون بي، ويعرفون انه اكثر من 80% اكثر من، والدليل انه لجنه حقوق الانسان وين ما تروح ما يخلوهم يطبون يشوفون معاناه المساجين اللي موجودين.
فمن خلال قناتكم احب اوجه صوتي واطلب واتوسل بعادل عبد المهدي. يا عمي والله اللي قبله ترى سواه احنا ما نقدر نحكي، بس راح يقول لك هذول بعثيه ولا نقدر نقول انه ما نريد يعني بالمختصر المفيد ما نريد نطالب بالعفو، بس ما نريد يكون نفس العفو السابق اللي صار بس بجماعتهم. احنا ما نقدر نحكي اي شيء لا على الابتزاز ولا على المعاناه، لان يعني ولدنا باكر يتعذبون بالقلم العريض احكي لك اياه، باكر تلقيهم مكسرين. بس احنا هسه شنو نختص في الحكي؟ نطالب بعفو عام، عفو يشمل فئتنا احنا اللي ما ان لا حول ولا قوه، مو يشمل جماعتهم وهم يعرفون بالقصد شنو العفو مال 2016 اللي يشمل بس جماعتهم. وما اقدر اقول لك انه فلان يطالب بجماعته وابو الجهات يطالب بجماعته وابو اللي ما موجودين يطالب بجماعته واللي مثلنا احنا من يطالب بحقنا. نعم احنا شلون بهالحاله؟ نعم ما راح احكي لك بعد على معاناتنا، لان احنا اصلا تعبنا، وصلنا لمرحله انه نطالب بعفو عام يشمل جميع المساجين، يشمل جميع التهم. نعم وشكرا لكم. ان شاء الله وصل هذا الصوت، وان شاء الله يسمعون ويصدرون هيك عفو عام، وما يصدرون عفو عام وراها يبتزون الناس بهذا عفو مره ثانيه. ام ايمن من بغداد حياك الله. اعتقل ومحن حكم 20 سنة بالكاجي. بس عفوا أم أيمن عيدي لي، يعني الصوت كان ضعيف. ألو ألو وياك تفضلي. الحكم مؤبد. ابنك بالتاجي الحكم مؤبد؟ مو أي الحكم مؤبد، هسه ما اعتقل هو بالتاجي على زين. على محادثة مع الموبايل، وما أعرف زين المحادثة مع الموبايل من عرفوا يا من الشخص اللي حاكي وياه؟ ما يعرفون يفكوه؟ يعرفون المحادثة وياه؟ تعاملوهم معاملة ما صايرة بالتاريخ كله. معاناة ما تنحسي، احنا الامهات نروح نتبهدل تبهدل. بعد وين ما تدخل؟ بس لحظة ام ايمن، يعني ابنك انحكم مؤبد على محادثة موبايل، ليش وش حاكي بيها حتى ينحكم مؤبد؟ على اساس حاكي واحد دائسي. طالب اول سنه جامعه مالي 89. الو وياك دا اسجل انا. اي الو اي مع العلم رجله مكسوره هو. طيب مع العلم لما اتقلوه هو مكسوره رجله ومع البيعه عذاب. ايش قد صار له بالتاجي؟ هاي السنه الخامسه. نعم معاناه ادويه ما تدخل. الو وياك وياك دا اسمعك. معجون اسنان ما يدخل، صابون الديشان ما يدخل زين، يعني كل 40 معتقل ثلاث برشات، ماكو مبرده ماكو مكيفات. طيب ام ايمن، يعني احنا كقناه الرافدين وصلتنا رساله اغاثه من سجناء التاجي، وكتبوا لنا المعاناه اللي هم يعانوها. انا اريد اسمع منك، انتم لما تروحون مواجهه ويا ابنكم، طريقه تعامل اداره السجن وياكم ويا ابنائكم بالمواجهه شلون؟ يعني احنا لما ندخل نروح نطلع من الصبح نفجر الساعة 3:30 احنا هناك بالباب مال السجن، الساعة 8 الى 7 الى تجي المفتشات ندخل، والمواجهة بس نص ساعة مو اكثر. من يا ساعة ليا ساعة؟ حتى مثل الوجبة الأولى أو الوجبة الثانية، إذا دخلنا مثلا بال10:30 بال11 احنا طالعين، مو أكثر من يعني من الساعة هواية. أنا أقول لك يعني الوجبة الثانية شو وقت تبلش؟ بس عذريني على مدى قيدها. الوجبة الثانية تبلش مثلا بالساعة بال11:30. تمام. وأنتم طالعين من 3 الفجر. أكل أي الله تعالى. زين بالمواجهة ابنك يحكي لك شيء، يعني شلون يتعاملون ويا السجن ورا ما تروحون؟ ما يقدرون كل شيء ما يحسون. نعم. يقول يوم ما صارت حالات وفيات، وجسمه كله جراب، حالات أمراض منتشرة للمعتقلين. نعم وصلت. أي والله العظيم سووا لهم دار للشباب، شباب كلها شباب، أغلبيتها شباب.
نعم. يعني الظلم ما بعد ظلم. شكرا 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 جزيلا لك أم أيمن، وربي يفرج عن كل معتقل وعن كل بريء موجود بكل سجن بالعالم مو بس بالعراق، خصوصا سجناء العراق لأنه يعانون الأمرين، واللي دا نسمعه يعني بلاوي. أم كرم من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذي بس عندنا صورة ناشرينها على التلفزيون، صورة مع السجناء وإحنا سحبناها، وهاي الصورة موجودة. اي واحنا سحبنا هاي الصوره واخويا موجود بيها، بس الصوره ما واضحه مغطين عيونهم، وردت من قناتكم بس يعني توضحون الصوره لنا حتى نعرف اخويا موجود بالصوره. اي صوره انبثت؟ شو وقت؟ على لا مو على قناتكم، على غير قناه، بس ردت منكم هاي المنظمه رايتس واتش هي نشرت هاي الصور، بس ما كانت على يعني على الوجه على العيون، بس وجههم طالع وجسمهم كلهم يعني مددين ناس فوق ناس. نعم. وانا قلت اسعى ابعث لكم بلكي انتم تقدرون هاي الصوره من هاي المنظمه شو منه نشرتها تشيل هاي على العيون حتى توضحون الصوره. نبحث عنها ان شاء الله ومنبلغك هاي وين؟ قناه الموصليه هي نشرتها من سجن التسفيرات. في سجن التسفيرات، نبحث عنها ان شاء الله. الله يسلمك الله يعافيك، وانا هسه اريد ارجع لكم الصوره بس ما عاد ترسل على الواتساب، عاد ارسلها عليكم ما عاد ترسل. موجودة عند رقم الواتساب يظهر أسفل الشاشة، هسه ظهر الرقم، تقدرين تاخذين الرقم وتنزلين الصورة، هذا رقم الواتساب طلع يمك. إيه عندي رقم الواتساب، عندي أنا أتصل على الواتساب، بس الصورة ما عاد ترسل عليكم. تمام تمام، هسه ندور عليها. الله يسلمك الله يعافيك. الله يخليك. بالنسبه للبرنامج واتساب انا باعت على الجهاز، اكو رسائل جايتني اخي ممكن اشارك، اكيد انت ممكن تشارك، لكن هذا الرقم اللي موجود وهذا الجهاز ما اقدر استقبل عليه اتصال، ارقام الاتصال الارقام الاخرى اللي تظهر اسفل الشاشه دق وتؤمر امر. يعني هسه اللي افتهمته انا عندي تقريبا 10 اتصالات، ام احمد اول اتصال عندها منتسب اتهم بتسليب وهسه موجود بسجن المطار وما تعرف راسها من رجليها، ام حسن زوجها منتسب ايضا في سجن التاجي، يعني وهاي التهمه المضحكه بالنسبه للقضاء وبالنسبه للعدل انه طلع رسائل المسجونين الى اهاليهم الزملاء لانه ما ماخذ فلوس ومرش الزملاء راحوا اشتكوا عليه وتحولت القضيه الى رشوه وانحكم 5 سنوات، بينما اكو شخص ثاني رشوه وتزوير انحكم سنه واحده، ما اعرف شنو القانون اللي دا يشتغل عليه القضاء العراقي. يعني التزوير عندك هين، واحد يساعد السجناء ويساعد الناس ويساعد المظلومين، عندك هذا ما ارد احكي حكايه. وصايا الرسول وينها؟ الرسول قاتل المشركين ولما اسروا من المشركين قال لهم لا تضربوهم، وذولا مشركين لا كانوا يؤمنون بالله ولا بمحمد. قال لهم لا حد يضرب ولا حد يمد ايده. واكرموا الاسير وكان يعطيهم اكل وخبز وما اعرف شنو. خبز وتمر. مشركين مأسرهم الرسول بالحرب ما مدوا عليهم ايدهم المسلمين. ذولا مو ولد بلدكم. ادري انتم اذا ذولا بسجن المطار تعرفون انه هذا منتسب وياكم طلع رسائل رحت اشتكيتوا عليه. ضميركم وين؟ وارد اسال هل منتسب هذا اللي راح اشتكى على زميله المنتسب اللي طلع رسائل، لو انت عندك اخ منتسب وصارت بهاي القضيه راح ترضاها؟ او لو عندك اخ مسجون راح ترضاها؟ ضياء، ضياء من العاصمه بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخي العزيز؟ شلون صحتك؟ هلا بيك. انا اخي العزيز عندي 2 ودي معتقلين. 2؟ نعم. واحد ببغداد بالتاجي. واحد بالتاجي والاخ؟ اي بالناصريه. والثاني بالناصريه. بسجن الحوت أي. يعني. هسه اخذوا الثاني ودوه للناصريه. بيناتهم محكومين يعني مؤبد. شنو التهمة بس؟ اعذرني ابو استاذ ضياء.
والله وشايه من مخبر السري احكي لك من عندهم ولدي يعني يعني المكتسبين الدوريه هم حطوا الحال مثل ما يقول العده مالتهم حطوها بالبيت وبعدين كادونا بيها كيد يعني عليها. نعم. ومرسيا القاضي يستدعيهم ما تجي هاي الدوريه زين ومع ذلك انحكم عليها زين ورا ما انحكم ابني يقول له انا بريء يعني ما عندي هذا الشيء يقول له انا مو بيدي القاضي الفلاني مامور عليه ضغط من يعني يروح وين؟ الحكومه ها؟ يروح وين؟ يقول له انا مامور يعني القاضي يقول له انا مامور احكمك يعني مامور احكمك لان انا مو بيدي يعني تجيني اوامر انه احكمكم زين بحيازه ونحكم عليها. طيب زين وانا قبلها كنت يعني بالتالي شفت المعاناه اللي كانوا يعاملونا بيها يعني بالطعام وبالتفتيش من يجونا شلون يعني يضغطون علينا يأذونا على اشياء تافهه زين نعم الطعام الموجود يطلبوه علينا اللي يجينا احنا من البطل يعني من الحانوت من عنده ياخذوه طوارئ يعني الحاب والمساتل وهاي والباقي يقلبوها علينا بالقاعات وماكو عيادات ثلاثة لو تحصل لك حباية لو ما تحصل أدوية ماكو نعم التعامل حال سيء الأكل يجيبون إياه بدونيته يقول لي يذبوها البوتيتا كليتها تراب زين بالأكل كذلك يعني المرقة مي كل شوائب يعني مو أصل مي نعم يحطون إياه بالأكل الصامون نص يابس الجبن هذا جبن دلال ولو تفتح الجبن تلقيه كل دائرة مدائرة خط أحمر معقد زين يعني هاي المعاناة اللي شفناها نعم زين هاي اللي تشوفها قدامك هاي كلها حقائق يعني كلها عانينا من عدها نعم هاي الحالات اللي قاعد تصير كلها صحيحة نعم شكرا ما عندهم رحمة نعم شكرا لك أخ ضياء حتى لا يدركني الوقت عندي محمود من بابل تفضل يا محمود محمود انقطع الاتصال ويا محمود قبل ما احكي على هاي الرسائل عندي الواتساب ابو حاتم من الموصل يقول استاذ افل المحترم تحيه طيبه لك ولكادر القناه والمشاهدين والعراقيين المظلومين هذه صفحه اخرى من صفحات الاحتلال الصهيوني الامريكي الايراني على بغداد الصمود بغداد العرب جرعت الخميني كاس السم والقت حاميميها على تل ابيب وبغداد لازم تدفع الثمن امام انظار العالم العربي والاسلامي ولا من مجيب ومدافع عن العراق وشعب الابي لانه الحامي للبوابه الشرقيه للوطن العربي والعرب والمسلمين وتخلى عن القضيه المركزيه للعرب والاسلام القدس الشريف وتابى بغداد الركوع امام هذه التحديات. رسالة أخرى تقول أكو حكومة بالعالم تسجن وتقتل وتهجر أبناء شعبها بأيادي من نفس الشعب وبأوامر من دول الجوار أين المرجعية وأين الإسلام وأين دين بالعراق هل إسرائيل تعامل الفلسطينيين هكذا أي بلد وأي شعب رخيص هذا والله حوبة الأيتام والأرامل المظلومين تصل إلى رب السماء بدون حجاب لعن الله كل ظالم وقاتل وعميل. رسالة أخرى السلام عليكم أنا من الأنبار زوجي مسجون وحكم القاضي باطل واللي عندهم عرف يطلعونه واللي ما عنده عرف يخلوهم بغير سجن حتى ما يعذبوهم والقاضي اللي حكم زوجي اسمه حايف من تكريت وزوجي يقول له أنا بريء وأني من شدة التعذيب خلونا نعترف القاضي يقول له أعرف من شدة التعذيب وبصموهم على ورقة بيضة وحتى لجنة طبية ما ودوا أخذوا غيره وحتى أثار التعذيب بعدها بجسمه وهذا القاضي حكم هواية أشخاص أبرياء حسبي الله ونعم الوكيل على حايف. رسالة أخرى شخص دازلنا صور يقول السلام عليكم نطلب من قناتكم كشف هذه الصورة توضحون هذه الصورة نشرتها رايت ووتش مؤخرا من سجن الموصل أخويا موجود بهاي الصورة وأريد أعرف نطلب من عندكم من الله تكشفون هاي الصورة نعم هاي من متصلة من المتصلات ذكرتها حاضر إن شاء الله نطالب أنه تشيلون أيضا السواد اللي على عيونهم لأن تمام إن شاء الله. رسالة من شخص يقول أرجو منكم ارفعوا
علينا عجزنا واحنا نرسلكم وتجاوبون، عجزنا احنا نرسلكم، والله يا اخي ترسل لنا احنا موجودين ان شاء الله. يقول هاي الصوره مسربه حديثا من سجن صحراء كربلاء ان شاء الله. رساله اخرى لنفس الصوره يقول اتمنى توضحون هاي الصوره وتنشروها على قناتكم ان شاء الله. يعني بالنسبه للمتصلين اذا اريد نفكر بيها، واحد بايق له تيك توك ينحكم مؤبد 6 سنوات، الثاني معتقل خلاف شخصي بينه وبين ضابط يسجنه صار له 11 سنة بسجن الناصرية، تهمة عشائرية ينضرب ويعني تتمزق الرئتين ويتلف الكبد عنده وما يوصلوا له الدواء وينحكم مؤبد، ودافعين فوق القهر، يعني أمه للولد تقول دافع 140 مليون حتى بس يقبل يتنازل الشخص الثاني لأنه ابني ما له علاقة بالقضية بس مجبر أنه أدفع هاي الفلوس. أم علي من البصرة تقول أنا عندي معتقل بالسجن حتى الهوى اللي يطهيه يأخذون عليه فلوس. أم أيمن تقول أنا ابني بسجن التاجي محكوم مؤبد نتيجة محادثة موبايل ما بينه وبين شخص هو طالب جامعة، واتهم أنه اللي دا يحكي وياه هو شخص تابع إلى تنظيم الدولة المسمى بين قوسين داعش. زي أنتم من وصلتوا لهذا الشخص ما وصلتوا للثاني؟ لو حكمت واحد وعفت واحد زين. أم كرم من الموصل، أم كرم اللي حكت عن هاي الصورة عفوا، بالنسبة للمواجهة يعني أنتم طالعين الأهالي من 3 الفجر تحصروهم 8 الصبح وتطببوهم بالدعش، بالدعش ونص تقولهم خلصت المواجهة ويا أبنائكم. أدري بيا ضمير بيا إنسانية، لكم خافوا الله يا ناس، أحزابكم تقول إحنا إسلاميين ونخاف نحكي حكاية وتطلع هالكبرها على الجو، يا إسلام هذا تعرفوا أنتم. الرسول ما وصى بهذا الشيء، قبل شوية قلتها، أسرى المشركين اللي كانوا يكفرون بالله وبمحمد ما انضرموا وما انضربوا وما تأذوا وما منعوا، بل بالعكس اللي علم واحد من المسلمين القراءة والكتابة طلع هاي ديته كانت. يا ناس واحد محكوم مؤبد وما عنده دليل، أي عدل هذا تحكون به ما أدري، اي قانون بالعراق تحكون به ما ادري، ويطلع لنا عادل عبد المهدي انني احمي القانون، يا قانون، قانون ايران لو قانون الظلم لو قانون، يا قانون انت فسر لي يا قانون، انت ولا برهم صالح ولا القبله جلال طالباني انني حامي الدستور، دستور ايش؟ كافي عاد رحموا الناس. اتمنى ان تكون هاي الحلقه عجبتكم، وموضوعنا مستمر للحلقات الثانية إن شاء الله بنفس الموضوع، تابعونا في نفس الموعد يوم غد إن شاء الله. إلى اللقاء.